السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا ده راديو جروندنج، أول مرة يجي لنا. ده راديو جروندنج ساتلايت 750، راديو جروندنج ساتلايت 750 ديجيتال متعدد الموجات اف ام و ام و اس دبليو. الموديل بتاعه زي ما قلنا ساتلايت 750، بيشتغل بأدابتر 6 فولت و4 حجر طرش، صنع في الصين. ونشوفه مع بعض. This radio is grounding radio multiband FM and AM and SW model satellite 750 made in China. على مشاريع ريادة الأعمال، يعني لو الشباب يحطوا جهدهم في اختيار فكرة بسيطة ومشروع الحان فؤاد عبد المجيب، راجعين يا هوى كلمات والحان الاخوين رحباني. الحادية عشرة الا دقيقتان، الا دقيقتان. الملعب لسه مفيش جدال، احنا هنحاول ان احنا نتوج باللقب. اتمنى ان تنال اعجابكم كما انا متاكد ان هذه الحلقه زي ما شفنا الفيديو مع بعض. ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده راديو جروندنج ساتلايت 750، صنع في الصين، بيشتغل بادابتر راديو ديجيتال، بيشتغل بادابتر اهوت مكان الادابتر اهو، ادابتر 6 فولت اهوت، وبيشتغل كمان ب 4 حجر تورش. الراديو ده صنع في الصين. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This radio is grounding راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو موديل ساتلايت 750 made in China. Thank you.